اهلا بيكم طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي على منصه السكوله التعليميه، ومعاكم ميس منال ابو بكر. ونكمل مع بعض ان شاء الله منهج الترم الثاني للغه الانجليزيه. النهارده ان شاء الله هنبدا يونت 11. يونت 11 بعنوان on land and sea، بيتكلم عن sea animals and marine life. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الواحده، هنقسمها على 2 بارتس تسهيلا ليكم، كل بارت ليه جرامر. لو عايزين يوصل لكم مننا كل جديد، بليز لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في جروب اولى اعدادي عربي ولغات مع سكولا، وتحلوا اختباراتنا التفاعليه، وتحضروا كمان معانا البث المباشر. النهارده ان شاء الله هنبدا بارت 1. في بارت 1 هناخد مجموعه من الفوكابول اكسبريشنز زي ما احنا متعودين. احنا كمان هنتكلم عن زيرو كونديشنال، ده الجرامر بتاعنا. ايه زيرو كونديشنال؟ اللي هي اف لما نستخدمها لربط جملتين. ليه بنسميها زيرو كونديشنال؟ لان انا بحط الجملتين في البريزنت سيمبل، تمام؟ طب امتى بالظبط انا هستخدم زيرو كونديشنال؟ هو ده اللي هنعرفه مع بعض لما نبدا بارت 1. يلا بينا نبدا. مجموعة من الفوكاب: coral reefs, jelly fish, octopus, stingray, sea life, ocean, sting, poisonous, danger, flat. flat هنا هي ما احنا واخدينها اصلا معنى شقة، بس هنا كمان معناها مسطح، يعني حاجة ارض مسطحة مش عليها اي ارتفاعات. throw away, save, planet, fact, tail, turtle, shark, whale, environment, recycle, rubbish, view, traffic rules, shopping bags, shell. عندي كمان مجموعة من expressions. stay safe. stay safe يعني افضل في امان، يعني ما تعرضش للخطر. get rid of، اتخلص من شيء او من شخص. good for يعني مفيد لي. turn to او turn into يعني يتحول الى، يعني ممكن اقول to او into. take off معنى يخلع شيء، يخلع his hat, socks, shoes, coat. walk on the grass, on road, on land, fall asleep. fall asleep يعني هو يغفل. عندي بقى reading هنا we must save our planet. هنا عندي طبعا ممكن نستخدم reading هنا والأفكار بتاعته to write a paragraph, paragraph about environment and how to keep our environment safe. نشوف كده نقرأ، وانتوا طبعا ممكن تاخدوا جمل كتير من هنا لو جالكوا paragraph about how to keep our environment safe. Plastic is everywhere. We use it for many different things. The problem is plastic stays in the environment for a very long time. Some of the plastic people find on beaches is about 100 years old. يعني تخيلوا يعني بعض من الحاجات البلاستيك اللي احنا بنرميها على الشاطئ دي ممكن تقعد على الشاطئ او في البحر لمدة 100 سنة. we can recycle. فالحل ايه بقى؟ ان احنا ممكن recycle يعني نعيد تدويره او نعيد تصنيعه. we can recycle some plastic but most of it goes into the ocean. مشكلة بقى ان هو مش بيفضل بس على الشط، لا بيدخل كمان في الاوشن. plastic is poisonous. مشكلة ان هو ايه؟ سام. when animals eat it يعني لما sea animals بياكل حاجات البلاستيك اللي احنا بنرميها في البحر وفي الاوشن دي بيموتوا. every year more than 100,000 sea animals and birds die from plastic. we must try to use other materials. المفروض ان احنا نحاول ان احنا نستخدم خامات اخرى زي ايه؟ paper and glass for example because these are easier to recycle. when we use a plastic shopping bag we mustn't throw away these bags. المفروض ان احنا ما نرميش الباجز البلاستيك دي in rivers. it will take a long time to clean all the plastic rubbish from the beaches and the ocean. but we mustn't stop trying to help our planet. تعال نشوف بقى كده exercise سريع. choose the correct answer. number 1 A air space is poisonous. it stings you when you touch it. ايه بقى من السي انيمالز هنا لما تلمسها ممكن انها stings you يعني ممكن تلسعك او تلدغ.
سي تورتل ولا ويل ولا شارك ولا جيري فيش؟ تمام، جيري فيش. نمبر 2، السي تورتل هاز هارد، التورتل او اللي هي السلحفاه ليها ايه تو بروتكت ات؟ عشب ولا شوب ولا شيل ولا تشن؟ تمام، شيل. نمبر 3، the whales which are heavy sea animals hit with their big A، يعني بيعملوا ضربات بايه اي جزء من جسمهم؟ فنز ولا وينجز ولا تيلز ولا ليجز؟ تمام، تيلز. Earth is one of eight that go around the sun. Earth يعتبر واحد من ايه؟ من الثمانية ايه اللي بيدوروا حوالين الشمس؟ Environments ولا planets ولا baskets ولا battles؟ تمام، planets. Number 5. That is one of the most dangerous sea animals in the ocean. طبعا واحد من اخطر ال animals الموجودة في ال ocean، jellyfish ولا turtle ولا shark ولا octopus؟ تمام، طبعا shark، كلنا عارفين ده. تمام، شوف بقى كده الجرامر. الجرامر النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها zero conditional. zero conditional هنا اللي حالة F الصفرية. يعني ايه حالة F الصفرية؟ عارفين ان F ده رابط بيربط بين جملتين العلاقة ما بينهم شرطين. يعني ايه العلاقة ما بينهم شرطين؟ يعني لازم حدث الاول يحصل عشان التاني يحصل. تمام، زي ما قولك ايه، لو نجحت هجيب لك هدايا. يبقى انا عملت هنا ايه؟ شرطت ان اجيب لك هدايا بانك تنجح. لازم تنجح الاول، ده يتحقق الاول عشان النتيجة هي تتحقق، ان انا اجيب لك هدايا. بس F بقى من ضمن الروابط اللي لما تدخل على جملتين هي بتأثر على الأزمنة بتاعته، يعني بتشترط أزمنة معينة في الجملتين. طب إيه الأزمنة اللي بيجوا مع F مع جملتين اللي بيتربطوا ب F؟ لا، دي بقى حسب رقم الحالة. يعني إيه حسب رقم الحالة؟ يعني F لها حالات أكتر من حالة، حالات كتير، يصل إلى أربع حالات. حالة صفرية zero conditional، first with second وthird. إحنا النهاردة هنتكلم عن zero conditional. يعني لو أنا بستخدم F في zero conditional في الحالة الصفرية، الأزمنة بتاعت الجملتين اللي وراها هيكونوا إيه؟ وإمتى أستخدم بقى zero conditional؟ إمتى أخلي أو أعتبر الجمل اللي أنا بستخدمها دي مع F دي حالة صفرية؟ نشوف كده. وأول حاجة الفورم، قال لي F، وممكن في الحالة دي برضو أستخدم when، يعني F و when. الجملة اللي وراها على طول هتبقى present simple. فاكرين present simple؟ اللي هو الفعل سادة خالص من غير أي حاجة، اللي مع هي وشي وإت، أو لو الفعل مفرد أنا هزود إس للفعل أو إيه إس، طبعا حسب السبيلنج. الجملة التانية برضه هتفضل present simple، يعني الاتنين زي بعض عشان بيقولوا الصفرية، مفيش واحدة فيهم اختفت عن التانية، الاتنين مضارع بسيط. تمام، زي ما أقول إيه، if you put a stone in water it sinks. يعني بصوا، if you put a stone in water، بوتها the present simple، it sinks. sinks برضو present simple، هنا بس زودت الاس عشان عندي الفعل it، لكن مع you ما بياخدش اس فحطيت put من غير اس. هذا الاثنين present simple. طب ليه هنا بقى انا استخدمت في الجملة دي حالة صفرية؟ لان دي عبارة عن ايه؟ انا لما برمي stone او حاجة تقيلة في المية هيحصل لها ايه؟ هتغطس في المية. دي بعتبرها ايه؟ بقول عليها ان دي فاكت، فاكت يعني حقيقة علمية. يبقى جميل، لو الجمل بتاعتي اللي انا هربطها بإف بتعبر عن حقيقة علمية، طبعا الحقائق العلمية دي من الثوابت ما بتتغيرش، يبقى في الحالة دي هخلي الجملتين بعد إف present simple. نشوف كده المثال التاني، I go to bed، انا بروح انام، if I feel tired أو when I feel tired. يعني احنا قلنا ان ممكن استخدم if أو when مع الحالة الصفرية. انا بروح انام لما احس ان انا تعبانة. طب هنا ايه؟ هي دي حقيقة علمية؟ لا، هي دي مش حقيقة علمية ولكنها عادة، ده شيء طبيعي اللي انا بعمله لما يحصل الفعل الاولاني ده، لما بحس ان انا tired على طول او رد فعل ليا او تصرف ليا ان انا بروح انام. فده شيء كل مرة انا بحس ان انا تعبانة انا بروح انام. يبقى لو انا الجملة بتاعتي، الجملتين اللي انا هربطهم بإف، دي عبارة عن حقيقة علمية او بيعبر عن عادة، يعني ده الطبيعي اللي بيحصل لو حصل الحدث ده، يبقى في الحالة دي انا هستخدم حالة صفرية. When I feel tired
I go to bed. انا هنا استخدمت when عشان نعرفكو او نأكد على فكرة ان انا ممكن استخدم when بدل if في الحالة الصفرية. If we put a pole into water. طب لو انا حط انا لو رميت حجرة في المية هتغطس. طب لو رميت بول كورة. لا it doesn't sink. هنا طبعا احنا حطينا المثال ده علشان نعرف ان انا ممكن طبعا لما بستخدم الجمل في النفي انا بنفيها زي ما بنفي المضارع البسيط عادي ب doesn't او ب don't حسب الفعل الموجود عندي. ادي doesn't sink برضو مضارع بسيط بس في النفي. تعال بقى امتى بقى هنستخدم الحالة الصفرية او zero conditional؟ زي ما قلنا تستخدم التعبير عن الحقائق العلمية. اتنين تستخدم التعبير عن حدث عادة ما يحدث بعد فعل اخر. يعني ده بيحصل ده ورا على طول يحصل. او دي النتيجة الطبيعية دي. شو بقى كده exercise. Choose the correct answer. Number one. If you a jellyfish it stings you. خدوا بالكم ان الجملة التانية اصلا اهو present simple. تمام. The present simple has stings. يبقى if برضو وراها present simple. You. هو ايه بقى. Touched. Touches. Touch. Touching. هو انا عندي بي وسي الاتنين present simple. بس يو ما تاخدش اس. يبقى هنختار سي. تمام. When it's late. الدنيا لما بتأخر معايا لما انا بقعد الوقت متأخر اللي بيحصل لي العادة يعني بيحصل لي ايه. I eat tired. I feel. I felt. I feels. I feeling. برضو I في البروسيس سمبل ما بتاخدش اس. بقى الفعل في شكله الاول خالص. ادي feel. Number three. I space something to eat when I am hungry. طبيعي انا بحس ان انا جعانة على طول بروح ما بصبرش ما بقعدش اروح اكل حاجة. يبقى I had ولا have ولا has ولا having. B و C برضو في البرزنت سمبل بس I تاخد have. Number four. If she a lot of TVs a lot of TV she feels tired. هي لما بتتفرج على التلفزيون كتير بتتعب. يبقى ده طبيعتها. ده الطبيعي اللي بيحصل له. يبقى اوتوماتيك الجمله الثانيه present simple. يبقى اف على طول وراها present simple. يبقى watches ولا is watching ولا watched ولا watch. تمام watches لان شي تاخد اس في اخر الفعل. نشوف كده نوع ثاني من الاسئله. read and correct. number 1 where I have got a test. لما يكون عندي test I always study hard. هي where الانسب هنا. لا طبعا احنا هنا استخدم when عشان دي زي zero conditional كده بتساوي zero conditional. يبقى في اول واحدة when. number two when I get home from school I will do. لا الطبيعي بتاعنا انا لما اول ما برجع دي طبيعتي ودي عادتي ارجع من المدرسة اعمل واجب على طول. يبقى المفروض الاتنين present simple. يبقى بدل will do اقول do على طول. تمام. number three when it's very cold لما يكون الجو بارد ايه اللي بيحصل. water turned into ice. تمام دي حقيقة علمية المفروض الاتنين present simple. يبقى turns. تمام لان water singular مفرد تاخد s. this is the end of part 1 من unit 11 on land and sea. بس لسه معانا برضو part 2 ولسه معانا باقي المنهج. فلو عايزين يوصل لكم مننا اي كل جديد ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في جروب اولى اعدادي عرب ولغات وتحلوا الاي تيست او الاختبار الالكتروني اللي بيكون موجود وتحضروا معانا البث المباشر كل سبت الساعة 9:30.